يبا حبيبتي لا تخافي أنا هنا. سرب سرب شلون ما خاف؟ الحين خالي فهد رح يجي عن كل شيء، وبعدها العائلة كلها بتدري عن كل شيء صار. ديما هذه بعد كد ما راح تخليني في حالي، تفضحني عندهم كلهم. يا الله أنا اللي كذا قاعد يصير فيني، والله العظيم إني ما سويت شيء، ما سويت شيء سرام. هيب حبيبي طالع فيني، حط عينك بعيني، امسح دمك، اهدي شوي. أنا هنا والله العظيم ما في أحد بالعالم بيعرف بالسالفة. هدي سرام شلون ما راح يعرفون؟ شايف وجهك كيف صاير؟ بقول لهم إن طارت مع أخوياي، لا تشيلينها. ما يصدقك، ما حد راح يصدق شيء. وليش ما يصدقون؟ حبيبتي هبة ليش ما يصدقون؟ لازم يصدقون لأن هذا اللي صار. طيب إيش اللي صار؟ تراكم طولتوا كثير في المطبخ. طمنوني، لقيتوا كذبة ولا باقي؟ خش لقينا كذبة يا خال، يعني في أحد يقدر يكذب عليك؟ سراب مو وقت طقطق الحين، قولي وش صار معك. أبد والله، يعني هوشة أصحاب، أنت يعني تعرف هواش الشباب. يعني تبي تقنعني إن كل هذا مهاوشة أصحاب؟ والله يا خالي فهد أنا أصحابي دلوخ وشوي يعني مهاوشهم. سراب أنا مو بزر تكذب عليه، قولي وش صار بالضبط. ودامك ما تبي تقول، هبة اللي راح تقول الحقيقة. خالي فهد حنا اللي مو بزران، حنا كبار وفاهمين. يا ليت تعاملنا على ذا الأساس. أنا تهاوشت مع أخوياي وحلينا الموضوع. يا ليت تلتفتون لمشاكلكم وتحلونها أنفع لكم، بدال لا تمثلون دور المهتمين فجأة هذا اللي خلاص ما عاد صار يدخل راسي. أصلاً خوالي ما يعرفون هالبيت إلا إذا تهاوش واحد فيهم مع جدي ويبي مكان يضف عشان ينام فيه. وأنت عديدة ما تعرف هالبيت إلا إذا تبي تسمع أخبار عن بنت البهتاني سراب وتورطنا معاك. بس يا هبة خالي فهد أنا وأختي جينا لهالدنيا لحالنا، يمكن ربي كاتب لنا نعيش لحالنا، فأرجوك خلينا في حالنا. عموما شكرا على العشاء، كلفت على عمرك عن إذنك.